شافي ترى اول ما نسوي حادث قدم جيت. صدق انه ما سمعك؟ ها؟ إيه ما سمع. ما سمع. فكرنا قمت عشان يلي تكفى يا تكفى. الحين هذه لازم اقعد ماسكها. امسك. فك فك. شلها شلها. هات علامكم. تحرق الدنيا. ولو اني حطه على زرع فرش ترى. تدمر الفراش. خلاص خليه يدمر البنطلون ولا ينضب. يلا ما حد خليه يحرق رجله. ايه. كوب وراك هذا واحد طلع لي هنا العموم هنا 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 حاجه تم اختراع فيكم كم واحد حنا الحين فيه نص الشباب باقي ما جو واغلب الشباب اللي ما جو يعني اقول الصدق شخصياتهم قويه ريجي اللي من الواحد دخل وسولف ما عاد قدر تلطم سالفته فهمتوا لذلك فيكم ثلاثة أو أربعة أنا عن كلامي أنا إلى الآن ما سووا شيء فيستغل الواحد الفرصة ويثبت وجوده هذه فرصة ما نبقى إلى فلان وفلان وفلان أربعة أو خمسة أو ثلاثة لا ما نبقى إلى لا بكبير بكبير عشان يدق نفسه يعني انت داري انت ما انت بداري انت قدمت ولا لا وليد مو بداري فهد مو بداري فهد مو بداري فيصل هذه نصيحه قويه الشخص اللي يشوف انه ما قدم نفسه جاله الوقت الحين واللوكيشنات فاضيه ومعه وقت والعدد قليل يقدر يقدم نفسه الحين وسلامتكم نعم عبد الرحمن العسيمي يبغى يقدم نفسه اليوم طاح الله يوفقك ما عليك زود. عندنا معمر يفكر في الشباب اللي موجودين معنا. اي والله. لو جينا للصدق الحين في مسافه. اللي ما يدخلون. نعم. لكن ما عليك زود. اللي ما اللي يفكر في نفسه هو بس هذا عوين ابليس. وحده كافي. الحين عادل. اجلس عند الطوفريه. لا 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 لا. بنجيب لكم. قند راسك. بالله عطنا قصه. انا انا بطلق فاه بكفى صاحبي واقسم يمي لانه مع القصه ابيك تكمل هذه احنا احنا بنتعب في السالفه هذه القصه هذه بتقاطع الاصوات والله انت تعب اي عنده سؤال يرفع يد احمد يقول له تفضل اي لاني انا صراحه مخي يكلج والله نتكلم انا صادق حتى في المدرسه مره حتى في المدرسه بدون ذاكره هو حتى في المدرسه في الجامعه كذا خلاص بسم الله اول سبع دقائق بعدين اسرح بعدين اسرح والله ما ادري ايش السبب انا لما تذيب عندي خلل في دماغي تحت هذه اخلص خلاص حط بردات حط البيز حطها فوق دي لا انا بعطيك البيز بتطيح تضبط شاهي بعد ريحتها كايفه دله والله يا جال انا احب ريحه القهوه العربي اكثر من القهوه السوداء ما حبيت زنجبيل فيها الا انا ما احب زنجبيل انت مثلي زنجبيل شيء بسيط القهوه العربي احلى